واكل واكل معاشة وهالهم واللي يحبلك واكل واكل يضحي لجلها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر سيد الدكتور أحمد الشطري مدير إدارة وحياك الله أخواني وزملائي وأخواتي وزملائي وضيوفي الكرام. الكاف والكرم يشهد مجدك والواو الله ما ننسى فضلك والياء قره والناس وصف والتاه تاه فكرك وساعه فكرك. ثانيا الكويت انت المهند انت الهوى والهوى لو مهما الفريق ما مثل جو هوى كل يعاديه لو مهما هلا هوى وراوي بيني ودولي الزمن حديث المحبه والتسامح والسلام وحب الكويت مكرر لكنه موصول ومتجدد وهناك معنى جديد نستحضره. هذا العام كان هناك تنافس بين المركز الطبي الصناعي بشعيبة وبين يمكن قسم الصحة المهنية أو نقول إدارة الصحة المهنية لأن كنا دائما نعمل الحفلة هني. يمكن الحماس اللي لاحظته باكرا من الأخوة والأخوات هناك وهني يستحق الإشادة ويعبر عن محبة ويضيف قيمة يعني ودنا أنها تستمر لأن احنا في المدن الصحية نتكلم عن الاستدامة اللي هي تذوب كثير من الحواجز بيننا احنا كأسرة عمل تعمل مع بعض وفي نفس الوقت تبني الجسور الأفقية خلينا نقول العرضية ان صح التعبير. هذه لا شك انها ساعدنا على مستوى إدارة لكن المعاني اللي نستحضرها في مثل هذه المناسبة كثيرة. أولها أن فعلا هذا البلد أعطانا الكثير والسؤال أو العبارة الذهبية اللي دائما إحنا نقولها أن لا نسأل نفسنا ماذا قدمت الكويت لنا لأن هذه خلصنا منها لكن نسأل ماذا قدمنا للكويت. مهم جدا أن لا نسترخص ولا نستخف بما يمكن أن نقدمه كأفراد كأبناء وبنات وطن كوافدين كموظفين كناس لنا أفكارنا ثقافاتنا أولوياتنا دائما هذا البلد الطيب هو اللي يستوعبنا جميعا. أمس في شعيبة هاجت شوي المشاعر لأن أتذكر لحظة الغزو لأن احنا نتكلم عن التحرير وعن الاستقلال. في التحرير أتذكر أنا كنت أسوي الماجستير في بريطانيا هناك وكان يعني ذيك الحزة صعد بالوتيرة الإعلامية والحشود بين الكويت وبين العراق فأتذكر ويا بروفيسور هارينغتون حق اللي يعرفه هو واحد من الفقر الكبيرة في مجال الطب المهني قلت له أنا رايح الكويت بصلح بينهم وبيه من الأحد للأحد يوم الخميس الضحى قالوا صدام دخل علينا. طبعا يا الجماعة قالوا الدبابات العفسة الكذا الواحد انتفض شون أنا في النهاية طبيب ففي كذا موقف الواحد تنزل منه دمعة لكن موقفين لازلت أتذكرهم. لما أنا عزمت أطلع قلت خلاص أنا رايح طبيب هذه حزتي إيش حق أنا متعلم ومسوي وكذي لازم أروح فرحت العدان كان يعني من اللي يثلج الصدر كان فوضى عارمة وايد من الأطباء سلموا أنفسهم يبي يساعدون فقالوا لهم ذيك الحزة لا يا جماعة ترى زحمة وإحنا إذا بغيناكم خلوا رقم التليفون عندكم وكان ذيك الحزة بدأت توصل بعض الشهداء من الجيوان والحرس الوطني كانوا متعرضين لهم وهذه قصة أخرى. فقررنا ان انا كنت بالسفر نروح لمركز الطب الصناعي بشعيبه وفي نفس اللحظه هذه لما رحنا كنا احنا ذيك الايام المركز يشتغل 24 ساعه مهيئ فقعدنا استنفرنا
قاعدنا ستاند باي إذا أحد يحتاج كذا كذا على العصاري أو حتى الظهر كذي. بدأوا سووا اصطفاف، احتلوا حرس المنشآت والمخفر اللي ورانا ويونا. الضباط العساكر اللي كذا لبسوا مدني وطلعوا لأنه صار اطلاق نار وصار فيه أيضا وفيات واستشهاد ومن الطرفين. على العصر بدأوا الأرتال توصل العراقية، نشوفهم على طول الطريق. وفي نفس الوقت كان المخفر بدأوا هم كانوا جايين قطاعات، كل قطاع يتجسس عن الثاني، قطاع عسكري أمن حرس ثوري ما أعرف إيش كذي كلهم موجودين. فقلنا إحنا ما راح نتحرش بحد، قاعدين. بدأوا يجون الجنود مالتهم اللي هم مصابين، نعالج اللي نعالجه. هم ضباطهم كانوا وايد متوترين لأن بالأرتال تم قصفهم بشكل مكلف بالطيران، لكن واقع الأمر أن هم داخلين ب 300,000، فكثر ما تذبح منهم ما يبين، وإحنا جيشنا كان 13,000، فكان ممكن تحسسون فارق الكم اللي موجود في الموضوع هذا. يوم ثاني لما طولنا في لحظة الناس تعبت، قلنا خلاص نرتاح وباكرني. لما نينا لقينا المركز كسر، الشراكف ماخوذة، كل أدراج البنات والموظفين، ماكو بسكوت، ماكو رادو صغير، ماكو كذا. الحين ديش ليام ماكو آيفون، فكل الناس عندها رواد صغيرة تسمع منها، تم سلبه بشكل واضح. بحماسنا ذيش الحزة ككويتي مو عايش تحت خلينا نقول القهر نظام العسكري، دخلنا على المخفر. هما من شافوني جاي لابس دشداشة كلهم فزوا، كل من يقول ها شو تريد ما اعرف ايش، قلت لهم انا ابي الكبير مالكم. وهم عساكر فرقه اعدام ما اعرف ايش كلهم. يا الرفيق ابو ضياء، الرفيق ابو ضياء لابس بدله صيفيه وقال ها عيني. قلت له عينك، انتم تقولون جايين تاخذون الفرع الاصل، تشوف هذا النموذج سويتوا فيه، كسرتوه سحبتوه. راعي المقنم العود هذا فرقه الاعدام، جينز وتيشيرت ومسدس عود. قال هسه تأشر عليه هسه عدمه. فهذه الفكره ان كانت لغه جديده ما عاصرناها من قبل ولا عايشناها، لكن تبين لك ايش كثر كنا احنا في خير. ذيك الحزه بس اراويكم، دخل العسكري شاف الكمبيوترات كان يقول هذه احنا عندنا منها في بغداد، احنا في كل بيت. كان إذا شاف الآيفون أو الموبايل يكسره، الفاكس ممكن يعتقلك عليه. فهذه المساحة إحنا كنا ناخذها كحرية مكتسبة ولا نفكر فيها، تحصيل حاصل. لكن مجرد ما أنت تعيش هالوضع تحس بالفرق، أن تنعم بالكويت بكل الأجواء هذه، حرية التنافس، امتلاك ما تريد، استقرار، حياة شريفة كريمة، ما تعيش وانت خايف لكن عشنا بالخوف. فترة من الفترات كنت أنا مركز الأوقاف حق الصحة العامة، طول الطريق كانوا في سيطرات توقفك وكل واحد يسألك أنت هني ما تخاف؟ إذا كنت أنت حكيم أنك تدخل معاهم بكلاش، كنت تخاف أنه هو يتبلع عليك. ذيك الأيام الكويتين بدأوا يربون لحى، فحق الملتحين يقول له شحقه انت يعني مو عاجبك الوضع مربي لحيه، بكره اذا جيت على هالسيطره احسن لحيتك بجزازه. يطول الحديث في الامور هذه. بعدين التحقنا بشعيب بالمركز مستشفى الاحمدي، وكان عندي يعني جنطه اسعاف اولي، واللي قدر علي وصلنا خبر من المعارف من الشباب المتحمس اللي متعور نروح نساعدهم، لأن أصدروا لنا حنا الأطباء هناك ورقة اللي هي عدم تعرض، أحيانا تمشي أحيانا ما تمشي بس فيها رزق. الشاهد من هذا الموضوع أن في هذه اللحظة الواحد يشعر ما معنى أن يكون عنده وطن، ما معنى أنك أنت تنعم بالاستقرار، ما معنى أن الكويتيين في هذه اللحظة يعني اللي كانوا موجودين يلتمون على بعض بدون تفكير شنو الفوارق. يكفي أن تقول أن هذا كويتي.
إش كثر كنا نتجاسم اللقمة، إش كثر نتحسس الحاجة، نساعد المريض. اليوم ممكن إحنا عندنا جيل، أمس أنا سألت بالشعيبة في ناس ولدوا ويا التحرير ما عاشوا الجو هذا، فهذا أصبح تاريخ. إحنا أحيانا نقول لن ننسى لن نغفر، لكن قدرنا أن إحنا لازم نتعايش ونمشي ونقطع الشغلات ورانا، لكن نكون وايد سذج إذا ما استخلصنا الدروس، إذا ما حسينا بالنعمة اللي حنا فيها، بالتعاضد اللي عشناه، بأنه لا يمكن حقيقة نحافظ على بلدنا إذا ما كنا على قلب واحد. هذا يمكن بعمومياتها، إذا نزلناها على مستوى إدارة إحنا نحتاج نتواصل فيما بيننا. وأمانة أنا ما أشعر أن إحنا عندنا في بعض الإدارات الثانية من تنافس، من ضرب تحت الحزام، من كذا كذا، ومثل هذه المناسبات تبين لنا إيش كثر إحنا روح الأسرة موجودة. أنا أحيانا أشعر أني متساهل جدا، وأحيانا أشعر لا، أن لازم الواحد يحزم الأمور عشان تمشي، ويمكن الواحد لو توفرت له الإمكانيات في طموحه وفي خياله يسوي أكثر من كذي. لكن اللي ودي أكد عليه أن إحنا فعلا نحتاج إلى أنه نطور من مهاراتنا الذاتية لصالح الكويت، وهذا لك أنت قبل لا يكون لي أنا، لكن في النهاية أنا أرى أنه يأتي عندنا. الشغلة الثانية ودي أن يصير في عندنا نوع من روح العائلة اللي ساعد على هذا الموضوع. الشغلة الثالثة أنه نستمر في مثل هذه الأمور، مرة تكريم واحد متفوق، مرة مناسبة اجتماعية، مرة ومرات. ما أريد أن أطول عليكم، لكن الرسالة اللي أود أنه تأخذونها معاكم take home message، أنه يا جماعة يمكنكم أن تردوا الجميل عقل الكويت، لأن هذا مو صعب. مرة بالسلوك، مرة بالخلق، مرة بالإنجاز، مرة بالتواصل، مرة بالابتسامة اللي مرة تخفف الألم عن مريض، ومرة تساعد موظف أو عامل يعني بسيط جدا يدعو لك، ومن هذا الدعاء شيء يحوش الكويت. ما أريد أن أطول، يعني أمانة هذا اللي صار على البال لأنها كانت تلقائية، وما يفوتني مع نهاية هذه الكلمة أني أشكر بصفة خاصة كل من كان جزء من هذه الاحتفالية، سواء في الشعيبة سواء هني. وطبعا ما كان هذا يتم لو ما كان في روح حلوة، وكان يعني ناس متصدي لها. أنا أمانة ما سميت أحد في الشعيبة، وما أبي أسمي أحد في الصالحية عشان لا يقولون ليش وش معنى وبيصص، لكن أجركم عند الله واحتسبوا عند الله، وهذه الشغلة ما تضيع. أنا فخور فيكم جدا، فردا فردا، يعني خلينا نقول أخت وأخ، كبير وصغير، ويسعدنا أنه نتواصل في مثل هذا الموعد. من كل عام وكل عام وأنتم بخير، وعيدي يا كويت يا أحلى بلد. شكرا. رامي، أنا عندي ما شاء الله الكل، فيعني أعطتني سؤال جدا صعب، ما مثل أسئلة الطب أصعب منها. قالت لي منو عندك الموظف المثالي، فاحترت ما شاء الله الكل عندي المكان. الكل عندي ما شاء الله زين، واحد أحسن من الثاني، بس يعني جمعنا بعض الشغلات وطرحنا بعض الأمور فلقينا بالقرعة، بس الكل عندي مثال، وإن شاء الله يكون الله يوفقه ويكون حافظ حق الغير إنه يصير موظف مثالي. إدارتنا متميزة بجميع موظفينها، ما عندنا موظف ما يكون ممتاز، لكن اللي يميزكم السنة الدكتورة آمال اليحيى. تفضل. سعيد سعادة خاصة لمن اختارت عندما هي كانت في المستشفى العسكري، لما ترجع الإدارة شرفنا بأنها فضلتنا على آخرين، فكان موضوع مبادرة المدى الصحي، وخلال فترة قصيرة يمكن الأول لأنه ما كان في شخص يتخصص، يمكن لأنه كانت الجهود مبعثرة، لكن بالتأكيد لأن شخص مواصفات الدكتورة أمان أفز في وظف الكويت عبر محمد وأحمد ورقب، بس ما شكرا لكن أمان صدر البعيد ونساعد
الرحمن هذه اعطاها من الوقت تستحق انه بعد منكم. انا متاكد ان كلكم توافقون معنا انه تضع اداره الصحه المهنيه على خريطه لا اقول اقليميه وعربيه ولكن عالميه من خلال احدى خلينا نقول مخرجات اداره الصحه المهنيه اللي هي المدن الصحيه. اليوم عندنا وجوه جديده انضمت لنا تحت هذه المظله وعندنا زملاء وزميلات ان شاء الله على الطريق والقادم افضل باذن الله. فباسمكم جميعا نقول للدكتوره الف شكر والله يعطيك العافيه. اللي ما نستغنى عنهم صراحة عمال النظافة اللي عندنا، صراحة مجهودهم وايد كبير وحابين ان احنا نكرمهم على مجهودهم لان ما حد يدري عنهم صراحة، مخفيين هذيلا. في عهد اي شيخ تم استغلالك؟ انا استلم كون على حراس الاسواق قديما ناطور صح ناطور. كم مره فاز منتخب الكويت في دوره كاس الخليج؟ 10 صح. استخدم اذنك اليسرى للمكالمات بالهاتف الجوال. من هو أول طبيب كويتي حاصل على شهادة الطب؟ أعتقد دكتور أحمد الخطيب. صحيح. يلا. لا تشرب أكثر من فنجانين من القهوة في اليوم. How many colors in our flag? Total 4 colors. لا تتناول الحبوب وأقراص الأدوية مع ماء شديد البرودة. اللي يشتغل بالتنك والحديد. صح. اللي يشتغل بالتنك والحديد. صح إجابة. صح. صبقولي زين. لا تتناول وجبات دسمة بعد الساعة 5 مساء. يقوم بصناعة الأواني المنزلية. قلل من كمية الشاي الذي تتناوله يوميا. الشراح المقصود بيها بيقطع الأخشاب اللي تستخدم في صناعة السفن. قلل من كمية الأطعمة الدسمة والمشبعة بالدهون التي تتناولها في العادة. القلاف. القلاف هو اللي يصنع السفن. صح. أكثر من شرب الماء صباحاً والقليل من الليل. متى تم افتتاح بنك الكويت المركزي؟ 1969. شاطر. بالتالي عن هذه مسألة الشعب. بيز. يا. البيزة. بس طبعاً هي تقول بيز. Do not use headphones for long period of time. لا تستخدم سماعات الأذنين لفترات طويلة. أهمية طبيعية في الكويت. أهمية الشيخ صباح الأحمد. أفضل وقت للخلود إلى النوم من الساعة 10 مساء وحتى 6 صباحا. إلى جامعة الدول العربية. 1961. لا تستخدم مباشرة بعد تناولك الأدوية. متى تم إيصال الكهرباء للبيوت في الكويت؟ 1934. صح. لا تتصل ولا تجب على أي مكالمة إذا كانت البطارية ضعيفة جدا حيث أن الإشعاعات التي يطلقها الجهاز تكون مضاعفة 1000 مرة. متى تم إطفاء آخر بئر للنفط بعد التحرير؟ 6/11/91. صح. الشيخ عبد الله السالم. صح. يبي كبيرة يستاهل. إصدار العملة الرسمية للكويت. 1960. الله الله يا حلو الكويت.
الله يا زين الكويت.